انا دكتوره دنيا صبح، مدرس الاشعه جامعه المنصوره. مبسوطه ان انا معاكم النهارده في مؤتمر البان عرب في جامعه اسكندريه. محاضرتي عن العيوب الفرقيه في الاورده الرئويه للاطفال. طبعا الحالات دي حالات حرجه وبتبقى حالات معقده، بتتطلب تدخل من فريق طبي مكون من دكاتره القلب والجراحه ودكاتره الاشعه. انا هتكلم على الانواع المختلفه من العيوب دي وازاي بنشخصها بالاشعه المقطعيه، ودور الاشعه المقطعيه بالذات بعد التطور الكبير اللي حصل في الاجهزه. الاطفال دي طبعا بعدها بتكون بتعاني من نقص حاد في نسبه اكسجين في دمهم، وبعدها بتتطلب تدخل سريع، ولازم التشخيص بتاعها بالاشعه يكون تشخيص دقيق. شكرا.